السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم شكل بيلف حول نفسه. طيب دلوقتي هنروح للفيجن است واقول له ان انا عايز ليفل 2 دوت يكون مثلا 10 متر. طبعا براحتك، لو انت عايز رقم غير كده مفيش مشكله خالص. تمام، وهضيف ليفل تاني وممكن ما تضيفوش برضو. تمام، يعني مش لازم تمشي بالخطوات بالظبط، المهم تكون فاهم الفكره هتقدر توصل ان انت تعمل المبنى اللي انت عايزه. من هنا لهنا هنسميه ليفل 3. طيب دلوقتي بقى هرجع لليفل 1 واقول له ان انا عايز من ماس ارسم امبليس ماس، وهبدا ارسم. ممكن ترسم شكل مربع دائري زي ما انت عايز، اقول بس ارسم لي بالشكل دوت اهو. تمام، واقول له الشكل دوت كرييت فورم. وخلينا نشوف 3D. ممكن تعمل بقى سيلكت على الجزء اللي فوق اهو، وترفعه لحد الليفل اللي فوق خالص. طيب هاجي بقى هنا، تقدر بقى تيجي على الجزء اللي فوق وتقول له ان انت عايز تعمل روتيت للجزء اللي فوق اهوت. بالشكل ده مثلا. طيب عايز انت بقى تضيف جزء هنا، فممكن تيجي تعمل على الشكل دوت تقول له ان انا عايز اضيف بروفايل، فتختار كده بروفايل في النص. البروفايل ده ممكن تلفه لفة كمان لو انت حابب. تمام، تقول له روتيت لو انت عايز تلفه. تمام، او عايز تصغره. تمام، فتقول له مثلا ممكن نمرك وتقول له خليه مثلا 0.8 بالشكل دوت. انا تقريبا قلت له 8 على طول مش 0.8، فمفيش مشكلة. هقول له كنترول زد. ده لو انت عايز تعمل شكل الماسة اهو، واقول له سكيل. وتختار نقطة المركز يصوره لك بالشكل دوت. تقدر تلف الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده براحتك خالص زي ما انت عايز. طيب بعد ما عملنا كده ممكن تقول له فينيش ماس. المبنى ولافف. بعد كده ممكن تروح للاركتكتشر وتقول له وول، وتقول له ان انت عايز تضيف وول بيك لاين. نروح ضيفهم لك بالشكل دوت، وكذلك تضيف في الور والحاجات دي كلها.